الآن ينضم لنا من مدريد محمد عبد العظيم الإعلامي الرياضي. أهلا بك سيد محمد. القاضي المسؤول عن قضية نيجريرا أكد أن هذه المدفوعات التي قام بها برشلونة ربما أثرت على التحكيم وعلى نزاهته في إسبانيا، خاصة مع وجود اتهامات أيضا من أندية إسبانية. وفق الدلائل المتاحة الآن في يد القضاء، إلى أي حد يمكن إدانة برشلونة؟ مساء الخير يحيى، مساء الخير على جميع المشاهدين. بالتأكيد طفت مرة أخرى قضية نيجريرا على الساحة هنا في إسبانيا بعد مداهمة قوات الحرس المدني لمقر الاتحاد الإسباني، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد دليل قاطع على إدانة برشلونة، لذلك لم يصدر برشلونة أي بيان ينفي أي هذه من التهم في الوقت الحالي. لا يوجد دليل، والهدف أصلا من المداهمة هو البحث عن دليل قاطع لماذا دفع برشلونة هذه الأموال. برشلونة دفع 7.3، لكن الفارق مثلا ما بين قضية نيجريرا وقضية الكالشيوبوليا الشهيرة في إيطاليا هو عدم وجود دليل، عدم وجود أي مستندات، عدم وجود أي تسجيلات، عدم وجود أي تسجيلات حتى من نوع المكالمات الهاتفية كما حدث في الكالشيوبولي. لذلك لا، من الصعب جدا توجيه زي ما نقول إدانة برشلونة بشكل كامل. نعم، إذن لا يوجد دليل، لكن السؤال الأهم، لماذا دفع برشلونة هذه الأموال؟ كارلوس كويزيلو خبير قضائي قال أنهم منذ 4 أشهر طلبوا من برشلونة تقديم مستندات لماذا تم دفع هذه الأموال، وأن تكون هذه المستندات يعني تثبت صحة وجهة نظر برشلونة، لكن لم يتم إرسال هذه المستندات. ألا يمكن أن يشكل ذلك دليل على تورط برشلونة؟ في حقيقة الأمر لا يوجد دليل، لأن حتى عدم تبرير برشلونة في الوقت الحالي ليس دليلا قاطعا على سبب دفع هذه الأموال. المدعي العام عليه الآن البحث عن دليل قاطع. القاضي الإسباني أجري لم يقتنع بتبريرات برشلونة بأن هذه المدفوعات كانت من أجل استشارات فنية من قبل لجنة الحكام أو النيجريرا تحديدا وشركاته، لكن هذا لا يعد دليل أيضا ولا يعد شيء ملموس لإدانة برشلونة. وأنت المتواجد في مدريد، كيف ينظر في العاصمة الإسبانية معقل النادي الملكي لما يدور حول هذه القضية الآن، وأنت تعلم يعني أن ريال مدريد الغريم ويتهم برشلونة بأنه كان يعني يقدم رشا لبعض الحكام؟ بالتأكيد الصراع ما بين ريال مدريد وبرشلونة موجود وسيظل للأبد. أي تقارير أو أي أخبار أو قضايا تخص أو تصدر ضد برشلونة، بالتأكيد ريال مدريد سيشعل الأمور أو سيطالب بإدانة برشلونة، وعلى نفس الأمر يتعلق ببرشلونة عندما توجد هناك أي قضية أو شيء يخص ريال مدريد. بالتأكيد برشلونة بيضغط من جانبه. الصراع بين برشلونة وريال مدريد صراع مستمر خارج الملعب أو داخل الملعب. في مدريد يعتقدون بشكل واضح أن برشلونة دفع هذه الأموال كرشوة للحكام أو للجنة التحكيم وللتأثير في قرارات بعض الحكام. ده شيء واضح بالنسبة لريال مدريد ومسؤوليه وحتى الجو العام. خاصة يعني حتى مدريد، كثير من المراقبين محمد كانوا يعني يتساءلون أحيانا، كانت هناك بعض يعني اللقطات أو اللقطات التحكيمية تثير علامات استفهام للحكام في السنوات قبل التقنية أو استحداث تقنية الفار. الآن في حال إدانة برشلونة محمد، ما العقوبات المتوقعة؟ طبعا في حالة إدانة برشلونة سيتم تهبيطه بشكل رسمي للدرجة الثانية، إقصاؤه وطرده من البطولات الأوروبية، لأن اليويفا قالت أنها ستنتظر انتهاء التحقيق في قضية برشلونة، وأن استبعاد برشلونة حتى الآن معلق لكنه يظل احتمال، بالإضافة إلى عقوبات مالية كبيرة على برشلونة وسجن بارتوميو وروسل، وقد ينضم لابورتا. آخر التقارير الإعلامية بتشير أن لابورتا قد ينضم اسمه إلى
الروسيل وبارتوميا الرؤساء السابقين. ده أسوأ سيناريو ممكن يحصل لبرشلونة. وهذا السيناريو لا يفضله كذلك ريال مدريد بطبيعة الحال، أن يسقط برشلونة إلى الدرجة الثانية، لكن ربما ريال مدريد يريد فقط تشويه صورة برشلونة في هذا الإطار. أشكرك جزيلا من مدريد محمد عبد العظيم الإعلامي الرياضي، شكرا لك.